بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبابي وأبنائي طلاب مدارس المنهل الأهلية القسم المتوسط، أهلا وسهلا بكم في لقاء جديد من دروس مادة الحديث الوحدة الثالثة. وقبل أن نبدأ، لا تنسوا أحبابي الدخول إلى منصتكم، منصة شيريديو، لمتابعة الواجبات وأوراق العمل. هيا بنا. الوحدة الثالثة، البعد عن مواضع الريب. البعد عن مواضع الريب أولها الخلوة بالمرأة الأجنبية، دفع الريبة، التناجي. والآن نعلم أن المسلم يحذر من الوقوع في الأمور القبيحة مما يخالف الخلق الحسن، ولا يحب أن يظهر بمظهر السوء، ولا يحب أن يظهر بمظهر السوء ولو كان ذلك بمجرد ظن الناس واتهامهم. لذا فهو حريص على البعد عن الأسباب التي تسيء إلى سمعته وتعرضه للاتهام وظن السوء، ومن ذلك عدم التعرض لمواطن الريب. وفي هذه الوحدة أبنائي وطلابي وأحبابي، نشير إلى بعض مواطن الريب مثل خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية، وتناجي الاثنين دون الثالث، وموقف المسلم حينما يجد نفسه في موطن يظن به الناس أو يشك فيه، بأن يوضح الأمر ويبينه لمن رآه ليغلق الباب على الشيطان ويغلق عن الشيطان الوساوس والظنون السيئة. والآن نتعرف على حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم عن عقبة ابن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. من الحديث نلاحظ أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهانا عن الدخول على النساء بدون محرم. كذلك لماذا؟ لأن الشيطان يحرص على إغواء الإنسان وإيقاعه في الذنوب والمعاصي، وله في ذلك طرق ومداخل، فنجده يحرص على الأحوال التي يظهر فيها ضعف الإنسان فليوقعه في المعصية، فيستغل حال المرض ليوقع الإنسان في التعلق بغير الله، ويستغل حال الغضب ليوقع الإنسان في شرك الظلم والمعصية، ويستغل خلوة الرجل بالمرأة ليوقعهما في المعصية والفتنة. موضوع درسنا اليوم بعنوان احذروا الخلوة، الخلوة خلوة الرجل، خلوة الرجل بالمرأة. إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار هم المؤمنون الذين نصروا مؤمنو المدينة الذين نصروا الرسول صلى الله عليه وسلم. الحمل وهو قريب الزوج كأخيه وابن عمه ونحوهما، فلابد ألا يخلو الرجل بالمرأة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. من هو راوي الحديث؟ هو عقبة بن عامر، هو الصحابي الجليل عقبة ابن عامر. كان عالما مقرئا فصيحا فقيها فرضيا شاعرا كبير الشأن، وكان من أحسن الناس صوتا بالقرآن الكريم. قال له عمر: أسمعني من القرآن. فقرأ فبكى عمر رضي الله عنه من تواضعه رضي الله عنه أنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خدام أنفسنا، نتناوب الرعاية، رعاية الإبل، ولي إمرة مصر، كان واليا على مصر في عهد معاوية بن أبي سفيان، ثلاث سنين، ومات بمصر
سنة 58 للهجرة. معاني الكلمات: إياكم الدخول على النساء، أي احذروا الخلوة بالنساء غير المحارم. الأنصار هم مؤمنو المدينة، أهل المدينة الذين قاموا بنصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمو قريب الزوج كما قلنا، كأخيه وابن عمي ونحوهما. الآن نتعرف على معاني الحديث وإرشاداته. الشريعة الإسلامية تحرص على منع وقوع الفتنة والفساد بمنع الأسباب المؤدية إليها. فتنة الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل لها أسبابها التي تؤدي إليها، ومن تلك الأسباب الخلوة بالمرأة التي ليست من محارمه. كذلك أيضا من أسباب هذه البعد عن الله سبحانه وتعالى وارتداء ملابس وزينة لافتة. يحرم على الرجل الدخول على المرأة التي ليست من محارمه وهي وحدها، كما يحرم على المرأة الخلوة مع الرجل بدون محرم. خلوة الرجل بالمرأة التي ليست من محارمه تترتب عليها مفاسد. من هذه المفاسد التعرض للريبة والتهمة، كذلك الوقوع في الفواحش والموبقات عياذا بالله، إشاعة الفاحشة وتمكينها، وغير ذلك من المفاسد التي لا يعلم ضررها وخطرها إلا الله سبحانه وتعالى. وقد يتساهل الرجل في دخول أخيه أو ابن أخيه أو عمه أو ابن عمه على زوجته والخلوة بها، والخلوة بها في البيت دون وجود محرم، وهذه الخلوة أشد خلوة من غيرها، لأنها أكثر وأشد خطورة. يشبه الحمو في الحكم من يكثر منهم الدخول البيوت كالخدم والسائقين. يشمل التحذير أيضا خلوة الرجل بأخت زوجته أو عمتها أو خالتها بدون محرم. نجتنب يا أحبابي الخلوة بالمرأة التي ليست محرما لها ولو كانت زوجة أخي أو عمي. كذلك أحصن نفسي بالابتعاد عن الأسباب المؤدية للفتن والمعاصي. الآن تقويم الدرس: ضع إشارة خطأ أمام ما يدخل في الخلوة المحرمة مما يأتي. ألف: انفراد الرجل بزوجة أخيه في المنزل. أسمع الإجابة، أحسنتم، خطأ. وجود المرأة في مصلى النساء في المسجد تستمع لخطبة الجمعة، ما فيها شيء، أحسنتم، صحيح. بقاء الممرضة في العيادة وحدها مع الطبيب، أحسنتم، خطأ. أو طلاب الأعزاء، نبين كيف يدل الحديث على أن كل أمر يوصل إلى حرام فهو حرام. أجل، أحسنتم أحبابي. إياكم والدخول على النساء، وهي الخلوة بالنساء الأجنبيات. أوجد العلاقة بين هذا الحديث وحديثي: ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. العلاقة وهو التحذير من الاختلاط لوجود الفتنة، وما اجتمع رجل وامرأة إلا وكان معهم الشيطان. اذكر ثلاثا من فضائل عقبة ابن عامر رضي الله عنه: أولا، أحسنتم، كان قارئا فصيحا فقيها، كان شاعرا كبير الشأن، وكان صوته حسن بقراءة القرآن. فبكى له عمر كما بكى عمر عندما قرأ عليه بعض آيات القرآن. وما ونعرف سيدنا عمر في تقاه وفي تقواه وفي ورعه. والآن قد انتهينا من عرض الدرس، أسأل الله أن نكون قد وفقنا في عرضه. ولا تنسوا أحبابي الدخول على منصتكم، منصة شيريديو، لحل الواجبات وأوراق العمل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى لقاء متجدد في رعاية الله وحفظه وأمنه.